شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أوكرانيا تعلن شن الجيش الروسي هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة والوقود في البلاد. وبولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بدايتنا مع الزميلة سمر الزهيري. سمر، شكرا لك هشام. أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع تطورات الحرب في غزة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال منزلا جنوب خان يونس جنوب القطاع، بالإضافة إلى قصف طيران الاحتلال مباني سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوى جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف. استشهد صحفي يعمل في إذاعة القدس المحلية برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 137 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 32,552 شهيدا، بالإضافة إلى 74,980 مصابا. هذا وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أنه لا يزال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية والتي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت الخارجية في بيان إلى أن طلب المحكمة من إسرائيل يؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة، ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية. كما طلبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنجاز التحقيق الجنائي ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية. قال المتحدث باسم فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، قال إن أمر محكمة العدل الدولية الجديد للاحتلال الإسرائيلي يلزمه بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك يشمل التعاون كذلك مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا. كما شدد على أن إسرائيل لن تمتثل لأوامر المحكمة، لذا لابد من ضغط حلفائها عليها.
بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وأعادت التأكيد على ضرورة أن تتجنب قوات الاحتلال أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان ألا ترتكب أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. كما أضافت أن الاحتلال لابد أن يتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق. يأتي أمر المحكمة في ظل تأكيد المنظمات الدولية بأن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات من خلال العديد من الإجراءات، والتي من بينها منع التصريح عن موظفي تلك المنظمات. وتشير شهادات موظفي إغاثة وبيانات للأمم المتحدة إلى أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصريح إسرائيلية للموظفين الأجانب تعرقل جهود توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن هناك 45 طلب تأشيرة معلق، أكثر من نصفها لأكثر من شهرين، وكثير منها متوقف منذ نوفمبر على الأقل. عمليات التعطيل أثرت على 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مع تعليق 18 تأشيرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وست تأشيرات لبرنامج الأغذية العالمي. وعدد مماثل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، واثنتين لمنظمة الصحة العالمية. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على أن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثته. أكد أن احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق العرض التالي.
أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. تأتي تصريحات المنظمة الأممية ضمن تحذيرات دولية متكررة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، خاصة في الشمال. المزيد نتابعه مع كريم الخولي. أهلا بكم. تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، خاصة في الشمال، في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية. الأمم المتحدة أكدت أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، ومحذرة من نفاد الوقت، في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. المنظمة الدولية أشارت إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد تدفق الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من شمال غزة يواجه جوعا رهيبا. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن برنامج الأغذية العالمية لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة، وذلك لجلب الغذاء إلى حوالي 74,000 شخص، مؤكدة أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وكانت مؤسسة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذرت من انعدام الأمن الغذائي الكارثي بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول مايو وفي جنوبها في يوليو المقبل. وأوضحت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولاهما في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017. وفي انتهاك للقوانين الدولية تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، لا سيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول المخاوف الدولية من حدوث مجاعة في غزة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم على طيب المتابعة.
قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه منع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقديم مساعدات للفلسطينيين إجراء خطير يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني في قطاع غزة. كما أوضح الصندوق أن السلطات الإسرائيلية تمنع أونروا شريان الحياة لمئات الألاف من اللاجئين الفلسطينيين، تمنعها من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة من خلال رفض الموافقة على تسيير قوافل الغذاء. واعتبر أن هذا الإجراء خطير ويعرض النظام الإنساني برمته للخطر من ناحية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيد الإنساني والحقوقي في غزة من ناحية أخرى. أعلنت اليابان أنها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان أن طوكيو وأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية في تمويل الوكالة الأممية. ونقل البيان عن وزيرة الخارجية اليابانية تشديدها على الضرورة أن تتخذ أونروا تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات شملت مواقع عدة في الضفة الغربية، وتحركت قوات الاحتلال باتجاه قرية مادما جنوب مدينة نابلس من محاور عدة، كما استهدفت قوات أخرى بلدة نحل غرب بيت لحم. هذا وشملت الاقتحامات مخيم الفوار جنوب الخليل وقلقيلية. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في باحات المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المصلين من الساحات وأبقت على أولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة. كما اعتدت قوات الاحتلال أيضا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين من رحاب الأقصى المبارك بحسب شهود عيان. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي تقديم شكوى ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين لبنانيين. كما أوضحت الخارجية اللبنانية أن الشكوى تتناول المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب اللبناني، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 18 شخصا. أكد البيت الأبيض أن استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعد أولوية بالنسبة لواشنطن. كان المبعوث الأمريكي هوكشتاين قد زار بيروت مطلع الشهر الجاري لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتحقيق الاستقرار. قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا بعد عدوان جوي إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في ريف حلب. وأضافت في بيان أن العدوان أسفر عن وقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الخميس عن إصابة شخصين في غارة جوية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق، مشيرة إلى أن الغارة استهدفت مبنى سكنيا وأسفرت أيضا عن بعض الأضرار المادية. أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أنه سيتم تحديد جدول الانتخابات الرئاسية عقب إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتشكيل الغرفة البرلمانية الثانية. وأضافت هيئة الانتخابات التونسية أنها ستحدد أيضا بمقتضى قرار لها شروط الترشح، والتي يجب أن تكون متطابقة مع نص الدستور ومع القانون الانتخابي.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال مشتبه به متورط في تمويل الإرهاب. وكشفت لجنة التحقيق عن أن المهاجمين في حادث موسكو حصلوا على قدر كبير من الأموال والعملات المشفرة من أوكرانيا. ما زالت أصداء الهجوم على مجمع كروكوسيتي الروسي تتوالى وسط اتهامات من موسكو بتورط أوكرانيا في الهجوم. لجنة التحقيق الروسية أكدت أنها توصلت لأدلة على وجود صلة بين منفذ الهجوم ومن أسمتهم القوميين الأوكرانيين، مشيرة إلى أنهم تلقوا مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا. كما أعلنت اللجنة إيقاف مشتبه به آخر متورط في تمويل المسلحين الذين نفذوا الاعتداء، اتهامات اعتبرتها واشنطن غير حقيقية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا. كان مسلحون يرتدون ملابس مموهة قد اقتحموا قاعة مجمع كروكوسيتي وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق ما أدى إلى سقوط 143 قتيلا. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده روسيا منذ 20 عاما، بينما أكد مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان هو الذي نفذ الهجوم. ونفت أوكرانيا مرارا أي صلة لها بالهجوم، لكن الخارجية الروسية قالت إن الغرب سارع إلى إلقاء المسؤولية على داعش كوسيلة لصرف اللوم عن كييف والحكومات الغربية التي تدعم كييف. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة طلبت من شركات أمريكية وقف شحن البضائع إلى أكثر من 600 جهة أجنبية بسبب مخاوف من احتمال تحويل مسار هذه السلع إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وذكر مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية أن الوزارة بعثت رسائل في الأسابيع الماضية إلى 20 شركة على الأقل تتضمن هذا التحذير في أحدث جهد للتصدي للحرب الروسية في أوكرانيا. اعتبرت كوريا الجنوبية استخدام روسيا الفيتو لإنهاء عمل لجنة دولية مكلفة بمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرفا غير مسؤول. كما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي اتخذت قرارا غير مسؤول. هذا وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، فيما تم تجديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017. استضافت الولايات المتحدة الأمريكية الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التهديدات السيبرانية التي تشكلها كوريا الشمالية. وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أنه خلال الاجتماع الذي عقد يومي 27 و28 من مارس الجاري تم التشديد على التعاون الوثيق المستمر بين حكومتي الولايات المتحدة وجمهورية كوريا لتعطيل قدرة كوريا الشمالية على توليد إيرادات غير مشروعة من خلال الأنشطة السيبرانية والتي تستخدمها لتمويل برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتعين على الدول الأعضاء في قمة العشرين التوافق قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة المجموعة التي ستعقد في البرازيل نوفمبر المقبل. هذا وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في برازيليا مع نظيره لولا دا سيلفا، قال إن التوافق مع الدول ال19 الأخرى سيكون مهمة الدبلوماسية البرازيلية، مضيفا أنه إذا كان مثل هذا الاجتماع مفيدا فيجب عقده، محذرا من أن الانقسام بشأن هذه المسألة قد تحبط توجيه أي دعوة إلى روسيا. منحت الحكومة الأمريكية ولاية ميريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة اتحادية طارئة بعد انهيار جسر فرانسيس كوت كي في بلتمور. وطلب حاكم ولاية ميريلاند المبلغ
ووافقت إدارة الطرق السريعة الاتحادية التابعة لوزارة النقل على الطلب في غضون ساعات. وقالت وزارة النقل في بيان إن هذه الأموال تعد دفعة أولى لتغطية التكاليف الأولية، وسيتم توفير تمويل إضافي لبرنامج الإغاثة الطارئة مع استمرار العمل. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن خبراء في صناعة الشحن أن الوقود القذر قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى فقدان السيطرة على سفينة الشحن دالي قبل اصطدامها بجسر بالتيمور. إذ وغرقت سفينة دالي في الظلام بسبب انقطاع الطاقة الكهربائية قبل الاصطدام بالجسر مباشرة بعدما فقد القبطان القدرة على التحكم بها، وتسبب الحادث في تعطيل حركة الشحن في أحد أكثر الموانئ ازدحاما على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكذلك النقل البري، حيث أدى إلى قطع رابط رئيسي على الطريق السريع الرئيسي الذي يحيط ببالتيمور في ولاية ماريلاند المتاخمة للعاصمة واشنطن. ويأتي حادث جسر بالتيمور ليلقي بظلاله على خسائر بالمليارات ستتكبدها الولايات المتحدة، حيث قدر محللون في صناعة التأمين الأمريكية أن يكلف الحادث شركات التأمين نحو 4 مليارات دولار، فضلا عن الآثار الجانبية خاصة تلك المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات. خسائر بالمليارات تتكبدها الولايات المتحدة جراء انهيار جسر بالتيمور وسط مخاوف من أزمة إمدادات سلعية. الجسر الذي يبلغ طوله 2.2 كيلومترا ويرتبط بأحد أهم الموانئ التجارية شرقي البلاد انهار عقب اصطدام سفينة حاويات بإحدى قواعده. محللون في صناعة التأمين الأمريكية قدروا أن يكلف الحادث شركات التأمين مليارات الدولارات، وقد تصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار، مما سيجعل المأساة خسارة قياسية في التأمين على الشحن. ومع تعليق حركة السفن في ميناء بالتيمور منذ الحادث، بدأت وتيرة التحذيرات ترتفع من الآثار الجانبية، خاصة تلك المرتبطة بإمدادات السلع والفحم والسيارات والمعدات. وتقدر وزارة النقل الأمريكية أن هناك ما بين 100 و200 مليون دولار من قيمة التجارة الواردة تأتي عبر الميناء يوميا، مع حوالي 2 مليوني دولار من الأجور كل يوم. ولميناء بالتيمور تأثير اقتصادي كبير، حيث تعامل مع أكثر من 50 مليون طن من البضائع الأجنبية العام الماضي. وستكون بعض القطاعات أكثر تأثرا مثل السيارات، إذ تعاملت المحطات الخاصة والعامة بالميناء مع أكثر من 840 ألف سيارة وشاحنة خفيفة في عام 2023، وهو أكبر عدد بين الموانئ الأمريكية. كما يعد الميناء بوابة مهمة للبضائع المتخصصة ومناولة البضائع السائبة، خاصة الفحم المصدر إلى الخارج. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمى الضنك على الإطلاق، في تفشٍ للوباء أرجعته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة النانو المناخية. هذا ويعرف عن حمى الضنك أنه مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس. ومنذ مطلع العام، أي في أقل من 3 أشهر، سجلت السلطات الصحية في المنطقة أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس، نجمت عنها 1000 وفاة.
كما ينتشر الفيروس على نطاق واسع في البلدان الحارة ويتفشى بشكل رئيسي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، ويصاب به حول العالم سنويا ما بين 100 إلى 400 مليون شخص وفقا لمنظمة الصحة العالمية. لقي 45 شخصا حتفهم في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا. وأعلنت وزارة النقل في جنوب إفريقيا أن الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية تدمير 58 طائرة هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا، بالإضافة إلى 26 صاروخ كروز استهدفت بالأساس قطاع الطاقة والوقود. هذا وأعلنت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا أن روسيا هاجمت 3 محطات للطاقة الحرارية، ما أدى إلى خسائر كبيرة بها. يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 59 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الدفاعات الروسية إسقاط عدة صواريخ أطلقتها أوكرانيا على مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا خلال الليل. وفي بيان لوزارة الدفاع الروسية أكد إحباط محاولة جديدة من القوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام راجمات، مؤكدة أن الدفاعات الروسية أسقطت 15 صاروخا استهدف مدينة بلغرود الحدودية. أعلنت بولندا عن نشر طائرات تابعة لها وأخرى تابعة للحلفاء بالمجال الجوي للبلاد، وذلك بعدما شنت روسيا ضربات صاروخية على أوكرانيا. ونبهت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية بأن طائرات بولندية وحليفة تعمل في المجال الجوي البولندي، ما قد يؤدي إلى مستويات متزايدة من الضوضاء خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. ويقع الجزء الجنوبي الشرقي من بولندا على الحدود مع أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق الاستقرار في الخطوط الأمامية لساحة المعركة في أوكرانيا، لكنها على الأرجح تستعد لشن هجوم جديد في المستقبل القريب. وذكر زيلينسكي أن الوضع على الجبهة استقر مع اقتراب فصل الربيع، لكن أشهر الشتاء كانت صعبة بالنسبة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي دمر بشكل كامل عددا من البلدات والقرى في أوكرانيا، مضيفا أنه من المتوقع أن تحاول روسيا شن هجوم كبير آخر في نهاية مايو أو يونيو المقبلين. اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي بالإعداد لصراع محتمل بعد إعلان الناتو توسيع قاعدته العسكرية في رومانيا تزامنا مع إمداد كييف بمقاتلات F-16، ما يزيد المخاوف من اندلاع مواجهة بين الحلف وموسكو. المزيد في سياق هذا التقرير. في مؤشر على تزايد حدة المواجهة مع روسيا، صعد حلف الناتو من توسعه في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود تزامنا مع مجموعة من الإجراءات لتعزيز ترسانته الحربية،
في أعقاب تقدم موسكو الأخير في أوكرانيا. آخر مؤشرات تلك المواجهة جاء من رومانيا الدولة العضو في التحالف التي أعلنت تحديث قاعدة عسكرية جوية تستخدمها القوات الأمريكية سعيا لتحويلها إلى أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. نشاط الحلف في المنطقة اعتبرته روسيا يمثل تهديدا إضافيا على طول حدودها، معتبرة أنه يهدف إلى الإعداد لمواجهة محتملة مع موسكو، مؤكدة أنها ستراقب الأوضاع في رومانيا لتقييم المخاطر الناشئة التي سيشكلها الحلف. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه سرع إلى طمأنة مخاوف الحلف، مؤكدا أن بلاده ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في الناتو، بالرغم من توسع الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة شرقا باتجاه بلاده منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. وفيما مثل دعما جديدا لأوكرانيا في مواجهة موسكو، أعلنت كييف موافقة الحلف إمدادها بمقاتلات F-16 خلال الشهور المقبلة، بينما يتم تدريب طياريها على استخدامها بكفاءة قتالية عالية. الدعم الإضافي لكييف دفع رئيس روسي لإطلاق تهديدات واضحة للحلف، فبينما اعتبر القرار لن يوقف التقدم الروسي، توعد بشن هجمات على مطارات دول الحلف التي ستنطلق منها المقاتلات، معتبرا أنها صارت أهدافا مشروعة لموسكو. اقتصاديا، صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي بأن تحركات مضاربة كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة، وذكر أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها. وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة. قال مصدران حكوميان إنه من المرجح أن يعطي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأولوية لإتمام اتفاقيات التجارة الحرة مع بريطانيا وسلطنة عمان خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة الجديدة حال فوزه في الانتخابات المقبلة حسب ما تتوقع استطلاعات الرأي. إذ وطلب مودي من الوزارات الهندية تحديد أهداف سنوية للأعوام الخمسة المقبلة تتناسب مع خطة عمل مدتها 100 يوم، بينما يضع استراتيجية لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. ومن بين أهداف وزارة التجارة لخطة 100 يوم التركيز على الاتفاقيتين مع بريطانيا وسلطنة عمان، إذ وصلت المحادثات بشأنهما إلى مراحلها النهائية. أعلن مكتب الإحصاء البريطاني أن اقتصاد البلاد قد دخل في مرحلة ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأن الإنتاج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 1.1% في الربع الثالث وبنسبة 3.1% في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية. بعد فشلها في التعافي السريع من آثار جائحة كوفيد-19 وتراكم الأزمات المتلاحقة، دخل الاقتصاد البريطاني مرحلة الركود خلال النصف الثاني من العام الماضي. مكتب الإحصاءات البريطاني قال إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 1.1% في الربع الثالث من عام 2023 وبنسبة 3.1% في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية. في الوقت نفسه نما الاقتصاد في عام 2023 ككل بنسبة 1.1% فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009.
في نهاية الأزمة المالية العالمية باستثناء الضربة الكبيرة التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الوباء. وأكدت الأرقام الرسمية المخيبة للآمال أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحد لطمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. من جانبه توقع بنك إنجلترا الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 25% فقط هذا العام، على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية توسعت بنسبة 0.8%. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد في إنتاج الطاقة والوقود لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي. هذا وذكرت المفوضية في بيان أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود. قال صندوق النقد الدولي إن سويسرا تحتاج إلى إصلاحات قوية في القطاع المالي في أعقاب عملية الإنقاذ التي خططت لها الدولة للاستحواذ على بنك كريدي سويس من قبل بنك يو بي اس. وذكر صندوق النقد بعد الانتهاء من مراجعته للاقتصاد السويسري أن القطاع المالي يتمتع بالمرونة لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن توصيات عام 2019 بشأن الإشراف على القطاع المالي السويسري لا تزال سارية، متوقعا نمو الاقتصاد السويسري عند 1.3% في 2024 و 1.4% في 2025. ارتفع إنتاج كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بأكبر وتيرة منذ 14 عاما خلال فبراير الماضي، ما يشير إلى استمرار التعافي في القطاع الصناعي الأكثر أهمية في البلاد والطلب العالمي على التكنولوجيا. هذا وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية في كوريا الجنوبية بقفز الإنتاج بنسبة 65.3% مقارنة بالعام السابق لتصبح أكبر زيادة منذ أواخر 2009، مؤكدة انخفاض المخزون بنسبة 16.2% متراجعا للشهر الثاني في علامة أخرى على الطلب القوي. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين إن روسيا تعمل مع شركائها وسط ضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن موسكو تعاني من بعض التأخير في تلقي مدفوعات النفط تصل لعدة أشهر في ظل تزايد حذر البنوك من العقوبات الأمريكية الثانوية. توقع بنك جي بي مورغان ارتفاع أسعار النفط هذا العام بعد قرار روسيا بخفض إنتاج النفط، ما قد يدفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4 دولارات للجالون وسعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. ارتفاع كبير شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية ما يدفعها نحو تحقيق مكاسب فصلية قوية، وسط توقعات بأن تؤدي تخفيضات إمدادات أوبك بلس إلى شح الإمدادات في السوق العالمية. العقود الأجلة للخام الأمريكي ارتفعت بنسبة 14% هذا العام، حيث تحولت الفروق السعرية بين أقرب عقدي نفط من نمط الهبوط إلى الحالة المعاكسة التي تشير إلى صعود الأسعار. يأتي ذلك بعد أن تم تمديد تخفيضات أوبك بلس بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو، ما يعزز التوقعات بتقلص المخزونة العالمية. كما دعم انتعاش أسعار النفط الخام في الربع الأول ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على البنية التحتية للطاقات الروسية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونمو الطلب في الاقتصادات الأسيوية بما في ذلك الهند.
ومع ذلك فإن زيادة في مخزونات النفط الخام والبنزين على مستوى الولايات المتحدة في البيانات الأخيرة أدت إلى تقويض بعض الشح في الإمدادات الذي شهدته الأسواق مع استمرار توسع إمدادات النفط من خارج أوبك بلس، ودفع الاتجاه السعودي للنفط بعض البنوك إلى التحذير من وجود مجال لارتفاع الأسعار. وقال بنك جي بي مورغان إن الطريق ممهدة أمام خام برنت للوصول إلى رقم ثلاثي بحلول سبتمبر إذا لم تتم موازنة تأثير تخفيضات الإنتاج الروسية من خلال إجراءات أخرى. رياضيا، يحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني في 8 من مساء اليوم على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل ضمان التأهل للأدوار المقبلة ومواصلة الحفاظ على اللقب. أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني ستكون مواجهة قوية. كما أضاف كولر أن الأهلي سبق وأن واجه فريق سيمبا مؤخرا في الدوري الإفريقي، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون مدى صعوبة مباراة الغد خاصة في ظل ظروف الطقس الصعبة وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا. تباين كبير بين القيمة التسويقية لفريق الأهلي وسيمبا التنزاني قبل المباراة التي تجمعهما في 8 مساء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية ولطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
ختام النشرة إليكم أبرز العناوين. شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أوكرانيا تعلن شن الجيش الروسي هجوما كبيرا يستهدف قطاع الطاقة والوقود في البلاد. وبولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي هشام عبد التواب وسمر الزهيري. إلى اللقاء.